بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعا. رجعنا لكم بالمحاضرة رقم 2 للتشابتر الاوتونوميك نيرف سيستم، ونعرفه احنا بالاناس. والمحاضرة رقم 18 في المادة، كثير يا الله. طيب المحاضرة هاي بدي اياكم تركزوا معاي كثير منيح، اترك كل شيء، ما في شيء اهم من دراستك، تمام؟ ركز معي منيح، حاول تربط الافكار معاي، حاول تردد معاي لما انا اعيد، يعني اعيد حالي، تمام؟ لانه هذا الاساس في هاي المحاضره، تمام؟ لانه يجب علينا ان نربط الافكار 100%. الله يوفقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضره هاي راح تحكي عن هسه صح، احنا كان عندنا الانس، تمام؟ احنا كان عندنا انس، الانس احنا قسمناه لسمباثيتك وباراسمباثيتك. احنا اللي بنعرفه كمان، انا في عندي ميميتك وعندي ليتك، والباراسمباثيتك برضو عندي ميميتك وعندي ليتك، تمام؟ فهيك احنا هيك غصنا شوي في المادة، تمام؟ الميمتك ايش يعني؟ يعني مشابه. اما عن الليتك فهو يعني ضد، تمام؟ وكله سوف يتضح فيما بعد، تمام؟ السيمباثيتك بالنسبة للاناتومي، الاوريجين للسيمباثيتك حكينا عنه ثراكولمبر، وحكينا عن الباراسيمباثيتك كرينيو ساكرال، تمام؟ الثراكولمبر from the first to the third. الكرينيال عندي 3 7 9 وعندي 10 برضو. الساكرال 2 3 4، تمام؟ عندي الجانجليا، زي ما حكينا الجانجليا هي close to the spinal cord بالنسبة للسيمباثيتك، تمام؟ أما بالباراسيمباثيتك فهي near or embedded in the organs، احنا حكينا عنها قريبة كثير كثير قريبة، تمام؟ pre-ganglionic شورت، ليش؟ لانه كلوز تو ذا سباينال كورد، الجانجليا كثير قريبه من السباينال كورد، فبصفي المسافه، يعني مثلا اذا هذا السباينال كورد وهي الجانجليا فهي بتصفي هاي المسافه صغيره، اما بالنسبه للتارجت اورجان فهي كبيره، ايها لونج، تمام؟ البوست جانجليونيك فهو ايش؟ لونج، عفوا لونج، هنا هاي لونج، تمام؟ اما على البري جانجليونيك للباراسمباثيتك فهي لونج، لانه حكينا عنها ايش؟ الجانجليون بعيد كثير، والشورت بالنسبة للبوست جانجليونيك. أعرف عجلت بعتذر، تمام. الانرفيشن most organs receive dual nerve supply except الآن السيمباثيتك أونلي والباراسيمباثيتك أونلي. بالنسبة للسيمباثيتك أونلي عندي دايليتر بيوبيلي مصل والإريكتور بيلاي مصل، انتبه إنه مركز على العين هون الدكتورة حكت. بالنسبة للاثنين sweat glands والأديرنال ميدولا والفنتريكلز والبلد فيسلز، مع الأسف بدك تبصم. باراسيمباثيتك اونلي عندي هنا كونستريكتور بابيلا مسل، لاحظ هنا انا عندي كونستريكتور بابيلا مسل، انا هودي عندي ايش؟ دايليتر، فهو عكس بعض، تمام؟ انتاغونيزم صار عندي هنا. الفسيولوجي التون، يعني التناغم فيما بينهم، تمام؟ بين الجهاز نفسه، عندي البلاد فيزلز وسويت جلانس. اما الباراسيمباثيتك اول اورجانس اكسبت بلاد فيزلز وسويت جلانس، يعني كله بس ايش؟ السيمباثيتك بقول يا حبيبي خليني اخذ هالشغلتين بس، لهم بالبلاد فيزلز والسويت جلاندز، قول له الباراسمباثيتك روح طالع اخوي، تمام؟ الاوتونوميك نيرفس سيستم، اول اوتونوميك نيرفس سيستم از كونسيرد برايمرلي وذ فيسكرال فانكشنز، الشغلات الداخليه الاحشاء، سيتش از كاردياك اوتبوت 1، بلاد فلو 2، تو فاريوس ايش اورجانز 3، دايجيشن ويتش ار نيسيسري فور لايف. انت فكر فيها، شو اهم شيء؟ بقول لك الكاردياك اوتبوت، وانه اوصل الكاردياك اوتبوت يكون منيح ويوصله للفاريوس اورجانز، يعني البلد ثرو، واهم شيء الدايجيشن، يعني اللي باكله مش يلزق فيه وانفجر مثلا، يصير معي اوزموتيك بريشر، لا يصير يكون عندي الموتيليتي امورها تمام، تمام؟ اللي هي ناس زي ما بتعرفوا انه شغلات احنا ما بنتحكم فيها، هي انفولنتري، شغلات لا اراديه. اما في مصطلح ثاني بنسميه سوماتيك، تمام؟ فهو فولنتري، شغلات احنا بنتحكم فيها، مثل السكليتال مسل، انت حاليا قاعد بتحرك ايديك رجليك، بتهز رجليك زي حاليا، تمام؟ متوتر، تمام؟ The autonomic nervous system has two divisions، عنده قسمين، sympathetic و parasympathetic، هذا السلايد المفروض اول واحد اصلا، تمام؟ sympathetic و parasympathetic عندي action، they are antagonistic except for the arterial conduction والsalivation. البوث ايش؟ البوث بزيدوهم، الجوز نفس الاشي بقول لك، بس انه في حاله الاتريال كوندكشن والسلايفيشن
ايش بزيدوهم، عفوا مختلفين في كل شيء الا بالشغله هاي، هم ايش متعاونين مع بعض بالاثرا كوندكشن والسلايفيشن. مثال برضو طيب ثاني، كارديو فاسكولار بالنسبه للهارت، السمباثيتك بيعطيني ايش انكريز في الكاردياك بروبرتيز، اما الباراسمباثيتك ويل لوور ذا كاردياك بروبرتيز. اما بالنسبه للبلاد فيزلز بيعمل لي السمباثيتك بيعمل لي فازو كونستريكشن اوف سكن اند ميوكس ميمبرين اوف بلاد فيزلز، بيعمل لي ايش فازو كونستريكشن، تذكر فازو كونستريكشن لمين؟ سكن ميوكس ميمبرين والبلاد فيزلز. تقول لي تمام، طيب بقول لك برضه بيعمل لي فازو دايليتيشن، طب فازو دايليتيشن بس لمين؟ طب اذا بيعمل كونستريكتنج معناته الثاني لايش؟ بقول لك اهم واحد، اهم واحد اللي هو الكوروناري، هذا اهم واحد، هذا اللي رايح بغذي القلب، الكوروناري ارتري الشريان التاجي هو الشريان اللي بغذي القلب، هذا اهم واحد. معناته السمباثيتك بيعمل لي فازو دايليتيشن لمين؟ الكوروناري. وبرضه بالسكريتال بلاد فيزلز، باراسمباثيتك نوت انرفيتد، ما له دخل بالبلاد فيزلز. تمام، هذا إشي مهم جدا 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 مهم، هذا الإشي باراسمباثيتك ما يلو دخل بالبلاد فيسلز. تمام، البلاد بريشر بيعمل لي انكريس، سمباثيتك حكينا واحد بني آدم هذا مشكلجي على أعصابه دائما، والباراسمباثيتك هذا بني آدم رايق دمه بارد يا الله كثير. تمام، الآي أكتيف مايادرياسيس إيش يعني؟ بيعمل لي وايتنينج اوف بيوبلز. أما بالنسبة للباراسمباثيتك عندي مايوسيس، تمام يعني بيعمل لي constriction of pupils، وعندي accommodation of near vision كمان شوي بنشرحها بزيادة، بس تذكروا شغلة معي، تذكروها منيح لأنه راح أتطرق لها كمان شوي. الباراسمباثيتك بيعمل لي accommodation of near vision يعني الرؤية القريبة. متى بيصير إشي طبيعي accommodation of near vision؟ لما يصير عمر الشخص 45 عام فأكثر، بصفي انه بتشوفوا يا اخي الكبار بالعمر غير يقرب منه التليفون او الروشيته غير يقربها من عينيه علشان يقدر يشوف منيح، فهو اشي طبيعي للي اعمارهم 45 فاكثر يصير معهم هذا الاشي. واللي مسؤول عن الرؤيه القريبه مين؟ الباراسمباثيتك 100%. طيب عندي برونكاي، عندي بيعمل لي برونك دايليتيشن السمباثيتك، ليش؟ حكينا بني ادم مشكلجي دائما بركض وايش بده يتنفس بطريقه منيحه، فلازم يكون عندي ايش برونكو دايليشن. طيب وعندي برونكو كونستريكشن لمين؟ الباراسمباثيتك بني ادم هادي بتنفس بطريقه هيك مستفزه يا اخي. تمام، جدول ثاني الجي اي تي يوريناري تراكت، ترى هذا كله مراجع المحاضره الاولى اذا بتلاحظوا اللي هي المحاضره اللي شرحناها قبل. تمام، الجي اي تي ريلاكس وول كونتراكت سفنكترز، بس ذكروا سفنكترز مش الهارت، دير بالك سفنكترز تبون اليوريناري بلادر. تمام، وكونتراكت وول وكونتراكت سفنكترز، هنا ريلاكس وول هنا كونتراكت وول الباراسمباثيتك، بس لاحظوا هون كونتراكت سفنكترز، تذكروا المحاضره الماضيه لما قلنا هذول متعاونين فيما بينهم في اليورينري بلادر، واحد بيشتغل على السمود مسل واحد بيشتغل على السفنكتر، تذكروا قلنا متعاونين فيما بينهم. طيب والجينيتال بالنسبه للاعضاء التناسليه، السمباثيتك بيعمل لي ejaculation in male، وعندي تعاون مع الباراسمباثيتك بيعمل لي erection. تمام، بناء على التعاون بيعمل لي erection، وعندي برضو السمباثيتك بيعمل لي relaxation of uterus in female، وخاصة هو المسؤول أثناء delivery أثناء عملية الولادة السمباثيتك. فسبحان الله يعني من قدرة رب العالمين أنه أنت أثناء عملية الولادة للأنثى بتكون على أعصابها وشاد كثير، يعني زي مبدأ المشكلجية حكينا، وال يعني ضغطها بالعلالي وشاد على حالها، بالرغم شو بيكون عندي؟ بيكون عندي ريلاكسيشن أنا في اليوترس. شوف السيمباثيتك الشخص لا إراديا بيكون عامل، فسبحان الخالق العظيم. عندي الإكسوكراين جلاندز، عندي السليفري وعندي السويت. بالنسبة للسليفري عندي ثيك وفيسكويد فيسكيد، تمام، ووتري بالنسبة للباراسمباثيتك، سمباثيتك ثيك وإيش يلا يلا بسرعة فيسكيد، أيوة، وبالنسبة للباراسمباثيتك سمباثيتك ووتري. تمام، بالنسبة للسويت جلانس، تمام، عندي هنا إنكريز للسمباثيتك، بالنسبة للباراسمباثيتك هنا أنا عندي نو إفكت. وريمبر ريمبر شغلة كثير مهمة، بالسليفري أنا عندي تعاون، لاحظ انا ما حكيت لك افكت ولو انكريز او ديكريز وانكريز، حكيت لك ذك وفيسكت وعندي ووتري، يعني انا هنا عندي ايش تعاون. تمام، بالنسبه للنيورو ترانسميترز للجانجليا، الباراسمباثيتك اسيتيلكولين والباراسمباثيتك برضو اسيتيلكولين، معناته انا هنا بستنتج قاعده، شو القاعده هاي؟ بقول لك جميع النيورو ترانسميتر للجانجليا هو اسيتيلكولين، صح
تمام؟ أنا ضروري أستنتج هاي القاعدة. معناته بسألك يا فلان يا شطور أنت، الجانج بالنسبة للنيورو ترانسميتر للجانجليا بالسمباثيتك والباراسمباثيتك، هل هي الأسيتيلكولين؟ بتقول لي تماما زي وضوح الشمس 100%. بالنسبة للبوست جانجليونك عندي نوربينفرين اكسبت سويت جلاندز أسيتيلكولين از ريليست. هاي جديدة المعلومة على المحاضرات اللي قبل، هاي المعلومة كثير جديدة. احنا بنعرف انه نوربينفرين، تمام، بنعرف انه ابينفرين للادرينال مدلة، بس اللي ما بنعرفه انه بالسويت جلاندز أسيتيلكولين از ريليست، تمام. السمباثيتك شو الاكسبشن؟ بتذكر امتحانات المد دكتورة جيهان كثير بتركز على الاكسبشنز، السويت جلاندز الأسيتيلكولين از ريليست 100%. حلو، والان عرفنا يا مهند انه بالسمباثيتك السويت جلاندز تروح تعمل ايش؟ ريليز أسيتيلكولين، وين؟ في البوست جانجليونيك، تمام. والباراسمباثيتك بجميع الاحوال هي أسيتيلكولين قبل وبعد وكامل، تمام. الان هذا السينثيسيس تبع الأسيتيلكولين تبع الابنفرين، تمام، تبع السمباثيتك طلع السينثيسيس. ركزوا معي على الخطوات. بيجي انا عندي فينيلالانين بتحول لتيروسين عن طريق الهيدروكسيليز، تمام. بعدين بيجي تيروسين، تمام، تيروسين بتحول لدوبا عن طريق التيروسين هيدروكسيليز، تمام. الدوبا بروح يتحول للدوبامين باي دوبا ديكاربوكسيليز. لاحظ فوق هيدروكسيليز هنا هيدروكسيليز، هنا عندي ديكاربوكسيليز دوبا. لاحظ في اكسبشنز، انتبه لهم، انتبه للاختلافات. الدوبامين از اكتيفلي ترانسبورتد عن طريق الاكتيف ترانسبورت، بيروح للساينابتيك فيزيكلز باي كارييرنج سيستم. اكيد الاكتيف ترانسبورت بيعتمد على كارييرنج سيستم، تمام. Finally, norepinephrine is formed by hydroxylation. Again, ها صار عندي hydroxylation كمان مرة. Hydroxylation of dopamine via dopamine B hydroxylase عن طريق هذا الإنزيم. تمام؟ هنا هي خلاص norepinephrine إيش تصنع؟ أو النورأدرينالين. تمام؟ عندي هنا في exception هيك حلو. بيقول لك in the adrenal medulla and some CNS tracts. لاحظ adrenal medulla and CNS tracts. الإبينفرين أو الأدرينالين is formed via methylation. يعني أنا بعمل إيش؟ methylation للن إي، تمام؟ methylation بعملي للن إي by phenyl ethanolamine and methyl transferase. هذا الإنزيم بعملي methylation، تمام؟ لمين؟ بعملي للإبنفرين methylation. فبالتالي علشان إيش يصير إبنفرين أو يصير أدرينالين، تمام؟ وين بيصير هذا الحكي؟ بيصير بالأدرينال مودولا وبالسم سي ان اس تراكس. هون الدكتورة سألت سؤال بتقول لك what are the two places that produce epinephrine or adrenaline؟ انت بكل بساطة بتقول أدرينال مودولا وسم سي ان اس تراكس، تمام؟ بالنسبة للباراسمباثيتك الكولين is transported، الكولين الحجر الأساس is transported into cholinergic neurons by carrying system. again يعني نفس الاشي عن طريق الاكتف ترانسبورت بتحول بنمسك من محل تصنيعه الى الكولينيرجيك نيورونز، بروح لغاد. طيب الكولين بيصير له ايش؟ اسيتيليتد. كولين اسيتيليتد يعني بيصير له اسيتيليشن. شو بتحول لاسيتيلكولين؟ طبعا عن طريق مين؟ عن طريق انزيم. شو اسم هذا الانزيم؟ بقول لك كولين اسيتيل ترانسفيريز. هذا الإنزيم بيحول لإيش؟ من الكولين للأسيتيلكولين. طب من اسمه أسيتيل، معناته أنا صار عندي للكولين إيش؟ أسيتيليشن، وتحول عندي الأسيتيلكولين عن طريق مين؟ عن طريق الكولين أسيتيل ترانسفيريز. In a presence في وجود مين؟ أسيتيل كوينزيم ضروري. يعني مثلا ممكن يجي هنا سؤال دكتور، دكتورة سألت، ممكن يجي هنا سؤال عن what، يعني مثلا which enzyme مثلا ممكن يكون موجود اثناء عمليه تحويل الكولين او عمليه تحويل اسيتيليشن اوف ذا كولين تو بيكم مثلا اسيتيلكولين، تمام. اعرف صيغه السؤال كثير زنخه او كثير مش صح، بس امشوا معي. فهو عن طريق بريزنس اوف اسيتيل كو اي انزيم، تمام. الان الصوره هاي شوفوا عملت لكم اياها هنا هيك، شفتها اوضح، تمام. Release of transmitters arrival of impulse to the nerve ending. وصلت ليش النهاية العصبية؟ علشان إيش؟ The impulse وصلت للنهاية العصبية. Opening of voltage activated calcium channels. بعمل لي calcium influx into the nerve ending. السيار العصبي وصل للnerve ending.
راح عمل لي ايش سير عصبي، عمل لي اكتيفيشن الكالسيوم تشانل، وصار عندي ايش كالسيوم انفلكس، صار يفوت للنيرف اندينج. فيوجن اوف فيسيكلز وذ ميمبرين اوف ذا نيرف اندينج اند اكسوسايتوسيس اوف ذا نيورو ترانسميترز. الان السطر هذا بنشرح، تمام؟ الاكسوسايتوسيس باختصار اللي هو بيكون انا عندي فيسيكل، يعني عباره عن دائره جوا هاي او جوا هاي الكره، تمام؟ بيكون في ترانسميترز، لما هي تلتحم مع الجدار اللي بتوصل اله، يعني كيف اقول لك، الترانسميتر بتخش بالجدار هذا عن طريق فتحات، عن طريق انها تدمر هذا الجدار. لا اعلم بصراحه كيفيه الطريقه بالضبط، ولكن انه يعني اعتقد انه بسبب التشابه الكيميائي بتفوت وبتخش تماما، وبالتالي الترانسميتر تنتقل لغاد، تمام؟ والان هيها طلع، طبعا الرسمه هاي برضو هيها هون جبت لكم اياها، شايفين الفيسيكلز بتروح لوين؟ بايندينج تو ذا ريسبتور، وبصير في عندي التحام. والان نشرحها في يعني 100%. الصوره هاي هنا، الصوره هاي بصراحه جميعها كان قبل كلها. يعني مثلا عندنا اللاكريمال جلانس الجديده ستيميليتس تيرز، لمين؟ مين بيعمل لي هذا الحكي؟ بقول لك الباراسمباثيتك. طيب والسليفري جلاند حكينا ثيك وفيسيكال سيكريشن، لمين؟ للسمباثيتك حكينا. والكوبيوس ووتري سيكريشن، لمين؟ حكينا للباراسمباثيتك. الهارت قلنا المشكلجي السمباثيتك بيعمل لي انكريز ريت وانكريز كونتراكتيليتي، اما الباراسمباثيتك البني ادم الهادي بيعمل لي ديكريز للريت وديكريز كونتراكتيليتي، تمام؟ اما الجاسترو انتستينال البني ادم المشكلجي السمباثيتك بيعمل لي ديكريز بالموتيليتي، اما البني ادم الهادي بيصير لي انكريز للمسل موتيليتي، تمام؟ الجينيتاليا السمباثيتك بيعمل لي ريلاكسيشن اوف يوتيرس، حكينا صح؟ تمام. البلاد فيزلز حكينا الباراسمباثيتك ما بيشتغل عليه نهائيا، فالبلاد فيزلز لمين؟ للسمباثيتك، ما بيشتغل عليه برا. اما السمباثيتك بيعمل دايليتيشن للسكليتال طبعا، تمام. والبلاد فيزلز بالسكن والميوكس ميبرينز والسبلانكليك ارتري بيعمل ايش؟ كونستريكشن هنا، تمام. اما بالنسبه للاي بيصير لي كونتراكشن للسمباثيتك والراديال ماسلز، اما عن الباراسمباثيتك بيعمل لي كونتراكشن للايريس سفنكتر ماسل البيوبل كونتراكتس، اما اللي فوق السمباثيتك بيعمل لي بيوبل دايليتس، تمام. التراكيال برونكويل بيعمل لي السمباثيتك دايليتس لانه بده بيتر بريثنج هذا المشكلجي، اما الباراسمباثيتك فهو كونستريكس وانكريز سيكريشن بيعمل لي كمان، تمام. قاعد شو وراه بيعمل كل شيء ما شاء الله. الادرينال ميدولا عندي ابينفرين وعندي نورابينفرين سيكريتد، تمام. عندي للكدني سيكريشن اوف رينين بيتا 1 انكريزز الفا 1 ديكريزز، يعني هذا لو قدام بنشرح فما تهكلوا اي هم، تمام. هذا كمان جديد هاي. عندي اليوريترز والبلادر، تمام. ريلاكسز ديرتوسوس ديتروسور كونتراكشن اوف ترايجون اند سفنكتر، الترايجون اللي هو البيس تبع البلادر بيجي هيك، صح هيك البلادر هذا هو الترايجون، تمام. وعندي contraction of the tussor relaxation of trigon with sphincter بالنسبة للبرا. والجينيتاليا stimulates ejaculation وstimulates erection، يعني هذا أنا حاولت أقرأ لكم إياه بحيث أنه أنتوا لما تطلعوا عليه مش تقولوا لا ما انشرح أو لا انحكى قبل، لا راجع من خلال، تمام. فيتو فاسيتيل كولين، شو بيصير بالأسيتيل كولين؟ أنا عندي بالنهاية بيقول لك بيصير له metabolism of cholinesterase، اكيد يعني انا الاسيتيلكولين الله يعطيه العافيه اشتغل شغله، تصنع من الكولين وقعد بالفيزيكال، صار له اكتيف ترانسبورت والى اخره، قعد بالفيزيكال راح على النيرف اندنج، اول ما صار امبولس نزل على الكليفت علشان يعمل له ايش فيوجن ويروح الى اخره يحفز النيكوتونيك ريسبتورز، تمام. طلع خلص شغله، شو بده يصير بعد هيك؟ انا بقول لك شو بيصير، بصير بعد هيك يا سيدي العزيز بيجي انزيم اسمه اسيتيل كولينستيريز، كولينستيريز بيجي هذا المحترم بيقول الاسيتيل كولين انت الله يعطيك العافيه، بيسلم عليه زي هيك الله يعطيك العافيه اشتغلت شغلك والى اخره، حان الان وقت تحطيمك وبقاياك تعود محل ما انت اجيت وبنرجع نصنعك، اما حاليا ما لك مكان عندنا، لك مكان لبقاياك بس، عرفنا. فالكولينستيريز هذا المحترم بينقسم لشخصين، الترو والبسودو. البسودو زي ما حكينا بتذكروا بالهيستو كان اسمها يعني كاذب او شبه كاذب اظن، تمام.
ما في شيء اسمه شبيه كاذب. حلو يا مهند. تمام. الترو اكيد من اسمه الترو هو الصحيح هو القوي. تمام. فالسايتس كولينيرجيك ستراكشرز والار بي اس والسي ان اس غاد موجود بالترو. اما البسودو بكون في الكونتراكشن فول الكونتراكشن وولز وكونتراكت سفنكترز. حلو. السبيسيفيتي بقول لك اسيتيل كولين وامبيثاكولين. حلو. غاد هو بيشتغل الترو هون بيشتغل بقول لك. اما البسودو بقول لك نوت سبيسيفيك ديسترويز اسيتيل كولين بروكاين وسكسين الكولين. ما عنده رحمه بقول لك انا للكل. تمام. هسه بما ان الترو كولينستريز بني ادم محترم قوي وما شاء الله عليه. تمام. فهو بده وقت اطول للريجينريشن عشان اعمله فبده 3 مانس. اما البسودو بده 3 ويكس. تمام. هيك خلصنا الاول. انا بنيجي للصحيح الرسمي كمان مره. Synthesis, storage, release, and degradation of acetylcholine. بالبداية بيصير عندي synthesis acetylcholine. طبعا الدكتورة حكت بدي اياكم تحفظوا هذول اللي بالخط الكبير بس. تمام. قالت انا راح اركز على هذول. بالنسبة للكلام الصغير هذا فهو كيف اقول لك، يعني انا بصير عندي الكبير اذا بده يصير اشي يخرب على الكبير فهو الصغير. تمام. يعني انا بصير عندي synthesis acetylcholine. Transport of acetylcholine is inhibited by mean هيميكولونيوم بعمل لي انهيبيشن للترانسبورت اوف كولين. بعدين انا بصير عندي ايش هنا ابتيك اوف ستورج انتو فيزيكلز. بيجي الاسيتيل كولين بروح يتخبى ايش بالفيزيكل. اسيتيل كولين از بروتكتد فروم ديجراديشن ان ذا فيزيكل. تمام. بعدين انا بصير عندي ايش اجى البول الامبولس ووصل وين النيرف اندينج. الان شو بشتغل علي انه انا بدي اروح يا اسيتيلكولين اشغل النيكوتونيك ريسبتر علشان ايش يصير عندي كالسيوم انفلكس ويصير عندي ايش ديبولاريزيشن. طيب فبصير الريليز اوف نيورو ترانسميترز. الترانسميتر تركت السينابتك فيزيكل وراحت نزلت. تمام. الان ريليز ممكن انه يجي بلوكت باي بوتولونيوم توكسين. تمام. والسبايدر فينوم سبايدر فينوم كوزز ريليز اوف اسيتيلكولين. ممكن يعمل لي ايش اسيتيلكولين ممكن يعمل لي تشنجات. شو يعني تشنجات؟ يعني العسل على طول ايش بدها تظلها شغاله. ليش؟ لان السبايدر فينوم بيعمل لي ريليز اسيتيلكولين فانا ما يعني ما بيعطيني المجال انه ايش يرجع لي الاسيتيلكولين. تمام. فالسبايدر فينوم بيعمل لي هيك. الان بايندينج تو ريسبتور بيجي الاسيتيلكولين هيو محترم بنزل لتحت وبيعمل لي بايندينج للريسبتور. بوست سينابتك ريسبتور موجود وين؟ بعد السينابتك كليفت. هيها مثلا نفترض فهو الريسبتور وين بيجي؟ بيجي بالبوست سينابتك. تمام. is activated by binding the neurotransmitter. بس يرتبط عليه الاسيتيلكولين بيشتغل الانتراسيلولر هذا ريسبتور والبي اتش activated. تمام. الان شغله اموره تمام. الان بده يرجع خلاص اموره تمام. بيقول لك انا توبت وخلاص وشغلت والى اخره الله يعطيني العافية. الآن بدي أرجع. بيجي الكولينستريز بيقول له تعال عندي شغلتك. الأسيتيلكولين is rapidly hydrolyzed by acetylcholinesterase in the synaptic cleft. وين بصير له degradation أو hydrolyzation؟ بصير له وين؟ بالsynaptic cleft اللي حكينا عنها. بعدين آخر إشي مصح حكينا بتحطم لحطم صغيرة. تمام. بعمل له recycling of cholines. Choline is taken by the neurons. بيجي neurons بأخذ الكولين وبرجعوا لفوق هنا. تمام. هاي شايفين بصير له activity transported by mean by the sodium. بطلع فوق وبعمل له ايش اعادة تصنيع وبعيش الدورة كمان مرة. تمام. تمام. الان الاوتونوميك ريسبتورز هنا التركيز بدي اضرب اثنين 100% خليكم معي مصحصحين. عندي كولينيرجيك ريسبتور. كولينيرجيك ريسبتورز ار كلاسيفايد انتو تذكروا الكولينيرجيك. الكولينيرجيك لمين بيروح؟ للاسيتيلكولين صح؟ صح. طيب عندي الكولينيرجيك ريسبتور اثنين نيكوتونيك ومسكارينيك. تمام. حلو يا مهند. كولينيرجيك نيكوتونيك ومسكارينيك بقول لك صح. they are directly coupled to sodium ايش channels and mediate fast excitatory synaptic transmission. حلو. يعني يا مهند النيكوتونيك ريسبتور هذولا بيعملوا لي كابل لمين؟ لصوديوم تشانلز وميديت
فاست اكسايتاتوري سينابتيك ترانسميشن، بقول لك 100% انت فهمان. وين طيب؟ بيقول لك في النورو ماسكولار جنكشن، في الان ام جي، تمام، بالاوتونوميك جانجليا، بالادرينال ميدولا، وفاريوس سايتس اوف سي ان اس. ممكن الدكتوره هنا تجيب سؤال كويشن، مثلا وين كل هذول موجودين؟ مثلا all the following are true except، تطلع لك مثلا هنا مثلا هارت، واحنا كنا عارفين انه مش بالهارت، تمام. ف stay focused. عندي المسكرينيك ريسبتورز، طيب عندي مسكرينيك الان ريسبتور، they are G protein coupled receptor، زي ما احنا عارفين هذا اشي مش ناسينه، المسكرينيك ريسبتور G protein coupled receptor. causing شو بيسببه؟ واحد activation of phospholipase C. شو يعني شو بيعمل الفوسفولايبيز سي او شو اللي بيصير؟ بيقول لك هنس فورميشن، بيصنع ايش؟ انيسيتول ترايفوسفيت وداي اسيل جليسرايدز. لمين؟ للمسكرينيك ريسبتور 1 3 5. pay attention to the details، تمام. 2 inhibition of adenyl cyclase. ليش يا زلمه؟ بقول لك خلاص بصير له انهيبيشن لادينيل سايكليز. طب ادينيل سايكليز due to its inhibition what مثلا شو بيصير عندي؟ بقول لك decrease في السايكليك اي ام بي اللي هو السكند ماسنجر، تمام، activation of potassium channels، يا بيصير له activation في potassium channels او inhibition في الكالسيوم channels. انتبه، activation لمين؟ potassium، inhibition لمين؟ للكالسيوم. وين؟ في المسكرينيك ريسبتور نمبر 2 و 4. اياك ثم اياك ثم اياك تخربط. الانهيبيشن اوف ادرينال سايكليز بيعمل لي ديكريز للسايكليك مين؟ اي ام بي. طيب اكتيفيشن لمين يا شاطر؟ بتقول لي بوتاسيوم. طيب اكتيفيشن لمين يا شاطره؟ بتقول لي انهيبيشن، عفوا انهيبيشن لمين؟ للكالسيوم. اكتيفيشن بوتاسيوم، ها طلع اي كي، اكتيفيشن لمين؟ بوتاسيوم. بتقول لي انهيبيشن لمين؟ للكالسيوم، اي سي. حاول هيك تربط، تمام، عشان ما تنسى. هذا وين كله بيصير؟ هذا كله بيصير في المسكرينيك ريسبتور، تمام. الان السايتس للميم 1 2 3، بقول لك سايتس سي ان اس والجانجليا للميم 1، الميم 2 بالسي ان اس والبري سينابتيك وموجود بالهارت الميم 2. بتقول لي تمام، وين موجود مينلي؟ بالاتريا. بتقول لي تمام معك يا مهند، بقول لك الامثري موجود بالسي ان اس، موجود بالسموث ماسل، موجود بالسكريتوري جلاندز، تمام. اذا انا طب شو كل يعني كلهم شو الكومن عندهم يا جماعه؟ كل المشترك عندهم ايش؟ سي ان اس. هاي سهلت علينا شوي، معناته شو الاكسبشنز؟ بقول لك ميم 1 جانجلي، ام 2 في الهارت وسبيشلي اتريا، ميم 3 سموث ماسلز سكريتوري جلاندز. بس سيلكتيف بروكر، ادويه ار سيلكتيف بروكرز، عندي براينزيبين بالنسبه للميم 1 هذا، للميم 2 قلمين. بدك تبصم والله بعينك، هاي فارما يا حبيبي. بالنسبه للميم 4 والميم 5 اللي ظلوا ريسبتورز بريزنت مينلي وانت سي ان اس. حلو، انا هيك بطمن، بقول اذا بدي اهبد في الامتحان بدي اهبد ان المسكرينيك ريسبتورز ايش؟ كلهم سي ان اس، تمام. ولكن pay attention mainly وين موجود؟ بال4 و5، تمام. All muscarinic receptors are activated by acetylcholine. اللي بيعملهم activation acetylcholine. Blocked by whom? Atropine. تذكروا حبيبنا atropine، حكينا عنه بالمحاضرة الماضية، حكينا عنه في poisoning، حكينا عنه بالpharmacokinetics أظن في الpharmacokinetics. حبيبنا atropine شو هو؟ عبارة عن anti muscarinic drug أو anti muscarinic hormone، anti muscarinic enzyme، بغض النظر عن ماهيته، تمام، ولكن احنا بنعرف عن انه ايش درج، تمام. الاتروبين شو بيعمل لي؟ بلوك للمسكرينيك ريسبتور. يعني اذا الستيميوليشن او الاكتيفيشن باي اسيتيل كولين، الانهيبيشن عن طريق مين بتكون؟ بتكون عن طريق الاتروبين. بات ات دازنت بلوك نيكوتونيك ريسبتور، نو بلوك لمين؟ للنيكوتونيك، ها عشان ما تنسوها، لاني انا متاكد راح يجي اشي زي هيك في الامتحان. النيكوتونيك ريسبتورز، تمام، مين هو؟ الاتروبين، نو بلوك، دير بالك تنسى.
هو بيعمل لي بلوك لمين للمسكرينك، بس ما بيعمل لي بلوك لمين للنيكوتونيك. تمام، فإياك ثم إياك ثم إياك تنسى هذا الإشي. طيب تمام، أنا بحس حالي بهدد كثير اليوم، الله يستر إن شاء الله ما أنط عليكم أصلا للشاشة. تمام، أوتونوميك دراجز زي ما حكينا، عندي باراسمباثوميميتك وباراسمباثوليتك، وعندي سمباثوميميتك، وعندي سمباثوميميتك، وعندي جانجليون ستيميلانتس وجانجليون ايش بلوكر. نبلش انا الراس الكبير مين؟ اوتونوميك دراجز. بلشت انا بمين؟ في الباراسمباثوميميتك. حلو، يعني انا جيت هيك قلت تعال يلا خلنا نبلش فيك. تمام، شو بنسميهم؟ كولينوميميتك دراجز. شو بنسميهم؟ كولينوميميتك. بقول لك حلو، أسيتيل كولين ريسبتور ستيمولانتس وكولينستيريز انهيبيشن. دقيقة مهند، كولينستيريز انهيبيتورز. مهند أنت قاعد بتحكي لي ستيموليشن للأسيتيل كولين كولينستيريز انهيبيتور، بقول لك صح. بتقول لي طب مو صح الاثنين نفس الشيء؟ بقول لك أنت ذكي، بتلقطها على السريع. ليش؟ إذا أنا وقفت عملت انهيبيشن اللي بحطم الأسيتيل كولين وعملت زيادة تصنيع أو مثلا ستيموليشن للأسيتيل كولين، معناته أنا بصفي عندي أسيتيل كولين كثير. Together comprise a large group of drugs that mimic، يعني بنسخ أو بشابه أسيتيلكولين. كولينوميميتك or parasympathetic، يعني هذولا كيف أقول لك بتجانسوا بين بعض، هذولا بيحبوا بعض، هذولا بنسخوا بعض. تمام، كولينوريسبتور stimulants they are either يا direct أو indirect. نبلش بالdirect. Direct acting cholinomimetic agents bind to and activate muscarinic and or nicotinic. الدايركت بقول لك يا انا برتبط تمام وبعمل اكتيفيشن يا للنيكوتينيك يا للمسكرينيك، انت حر شو تحط شو تحطني. اول واحده كولينسترز، مثال اسيتيلكولين، ميثاكولين، كارباكول، وبيثاكولين. تمام، هذول الاربعه وين بيروحوا؟ هذول الأربعة للكولين إسترز. طب الكولين إسترز لمين برجع؟ برجع للدايركت أكتن كولين وميميك إيجنت. الدايركت هذا كولين الإيجنت لمين برجع؟ بقول لك برجع للكولين ريسبتر ستيمولانس. الكولين ريسبتر ستيمولانس لمين بترجع؟ بترجع للباراسمباثاتو إيش ميميتك. الباراسمباثاتو ميميتك لمين بترجع؟ بترجع لمين؟ للحبيب الكبير أوتونوميك دراجز. فإياك تنسى أنت شو بتحفظ. قلنا أسيتيكولين والميثاكولين والكارباكول والبيثانيكول، هذول لمين؟ هذول ايش؟ كولين استرز. الكولين استرز هذول دايركت اكتين كولينوميميتك ايجنتس 100%. حلو، كلام حلو للان. عندي كولينوميميتك الكالويدز، حكينا فوق ايش؟ ايش؟ استرز، كولين استرز. الان انا عندي ايش؟ الكالويدز، بايلوكاربين. دكتوره سالت سؤال قالت وات از بايلوكاربين؟ ببساطه ممكن تجيب لك زي هيك جدول كله أسهم، في هنا كلام أسهم، يلا أعطيني التسلسل الصحيح. What is pilocarpine؟ بتقول بنقول pilocarpine كولينوميميتك الكالويد، كولينوميميتك الكالويد direct acting كولينوميميتك agent، هذا كله من الباراسمباثوميميتك. بس ببساطة احفظ التسلسل الصحيح، أصلا بتحس أنه أنت لما تراجع أنت أمورك فل. تمام، الآن الـ indirect. Indirect acting agents inhibit cholinesterase. مهند انت قلت لي هذول ايش؟ الدايركت bind to activate muscarinic تمام ونيكوتونيك، بقول لك صح. الindirect inhibit cholinesterase، ليش؟ عشان ازود الاسيتيلكولين. Increase the endogenous acetylcholine in synaptic clefts and neuroeffector junction. شايف؟ بعمل لي ايش؟ increasing the endogenous acetylcholine. Stimulate cholinoreceptor، بالتالي شو النهاية؟ stimulate cholinoreceptor. They are classified into the indirect agents reversible و irreversible. الآن الجدول هذا بصراحة شو نحفظ كامل؟ ما ندري. تمام؟ بالنسبة لل irreversible بس أنا بحكي لكم الآن بالنهاية شو بصير. عندي فايزوستيجمين وعندي نيوستيجمين لل irreversible. النيوستيجمين substitutes عندي إدروفونيوم، الإدروفونيوم، وعندي البيريدوستيجمين. بيريدوستيجمين دكتورة حكت احفظوا لي هذول، قالت احفظ الاثنين، قالت احفظ اثنين. انا بالنسبة لي حفظت هذول، انتو حابين تحفظوا هذول انتو حرين، بس بصراحة انا خايف
الدكتوره حكت احفظ اثنين يمه، انا بصراحه خايف لانه ام سي كيو هذا. تمام. طيب بالنسبه للريفرسبل اندايركت اكتنج ايجنتس اللي بيعملوا لي انهبيت الكولينستريز، عندي اورجانوفوسفورس كومباوند اللي هم الايكوثيوفيت والايزوفلوروفيت. تمام. وعندي الوور جازس، هنا الاي بالغلط شكلها، وور جازس سارين وسومال. عندي ثايوفوسفيت انسكتسايدز مثال عنهم الباراثيون والمالاثيون. دكتوره حكت بالحرف، هنا انا متاكد حكت بالحرف، احفظوا الباراثيون والمالاثيون اللي هم ثايوفوسفيت انسكتسايدز، حكت احفظوا لي الايكوثيوفيت. تمام. رجعوا للريكورد اذا شاكين. تمام. لا اعرفكم واثقين فيه صح. طيب الان الدايركت كولينو ميميتكس حكينا عنه، الكولين استرس اول واحد، وثاني واحد مين؟ كولينو ميميتك الكالويدز صح. they are poorly absorbed و poorly distributed. طب ليش يا مهند؟ بقولكم تتذكروا الدرج سبيسيفيتيز، اذا كان هيدروفيليك they are poorly absorbed يعني slowly absorbed و poorly distributed throughout the body صح. اما بالنسبه للهيدروفوبيك يلا ريفيو، they are quickly absorbed و quickly distributed عندي يعني بشكل كبير distributed. تمام. بصراحة الجدول هذا يعني افهم أسيتيلكولين suspectability كولينستيريز عنده بترو وبسودو، اكيد الأسيتيلكولين هو الراس الكبير فاكيد بدهم يشتغلوا عليه الجوز، وهذا مراجع للسلايدات اللي قبل. المسكرينيك اكشن بشتغل عليه وبشكل 3 بوزيتيف بشتغل عليه. نيكوتونيك اكشن برضه بشتغل عليه نفس القدرة. سلكتيفيتي ما عنده سلكتيفيتي. الميتاكولين بس بشتغل عليه الترو. مسكرنك بشتغل عليه كثير لانه هو الوحيد اللي بشتغل عليه، وتلاحظ ما بشتغل على النيكوتونيك. تمام. وبشتغل وين؟ على الهارت. الميثاكولين، الميثاكولين وين؟ بالهارت. الكارباكول ما بشتغل عليه كولينستيريز، لا هو ولا هو البيثينكول. تمام. الكارباكول بشتغل على المسكرنك وبشتغل على النيكوتونيك، بس مين بشتغل عليه اكثر؟ النيكوتونيك، عشان هيك البلس احنا بنحط نعرف مين اكثر من مين. تمام. مش مور وليس، لا بزياده بس شوي. تمام. وين بشتغل الكارباكول؟ بشتغل بالاي والجي اي تي وباليورينري. اما بالنسبه للبيثناكول حكينا ما بشتغل على الكولينستيريز وبشتغل على المسكرينك وما بشتغل على النيكوتونيك. تمام. موجود بالجي اي تي وباليورينري. تمام. فارماكولوجيكال اكشنز بنبلش الاي، الاي مسكرينك 3. وين الاي؟ شو هو المسكرينك ريسبتور نمبر 3 بيشتغل عليه الاي. تمام. عندي كونتراكشن اوف كونستريكتور بيوبيلا ماسل، شو بتعمل لي؟ ريزلتنج ان مايوسيس. كونتراكشن اوف شيلياري ماسل، الان تذكروا ببدايه المحاضره لما قلت لكم اتذكروني الاكومنديشن اوف نير فيجن تبع الباراسمباثيتك. حلو. طلع بالنسبه للاي، بالنسبه للمسكرينك ريسبتور نمبر 3 شو بتحكم فيه؟ بتحكم فيه اكيد الباراسمباثيتك. طيب بالنسبه للباراسمباثيتك اللي فيه المسكرينك ريسبتور نمبر 3 بيشتغل لي على الكونتراكشن للشيلياري ماسل. الشيلياري ماسل شو بتعمل لي؟ ريسبونسبل فور اكومنديشن اوف نير فيجن. زي ما حكينا انه عمره 45 واعلى اتس نورمال صح؟ اتس ايش؟ نورمال. تمام. As result of 1 و 2 اللي حكينا contraction of constrictor pupillae muscle و contraction of ciliary muscle، the iris is pulled away from the angle of the anterior chamber. امشي معي امشي معي بس. بيقول لك بسبب المسكرينك نمبر 3 انا الايريس بعدت شوي عن الانتيريور تشامبر. اتذكر انه الانتيريور تشامبر بتحكم بالاكيوس هيومر اللي هو السائل المائي اللي في العين. طيب عارف انك هسه ضايع امشي معي. And the trabecular meshwork at the base of the ciliary muscle is opened. يعني انا عندي اشي اسمه trabecular meshwork. trabecular meshwork وين موجود؟ في البيس اوف ذا ciliary muscle. تمام. هذا trabecular meshwork شو بصير له؟ بفتح. حلو. both effects facilitate aqueous humor outflow into the canal of ايش؟ شلم. شلم بالتالي شو بيعمل لي؟
decrease the intraocular pressure. يعني بعمل لي decrease the intraocular pressure. طيب عمركم سمعتوا في ناس عندهم بيسموه ضغط العين؟ تقول لي ايوه احنا سمعنا ضغط العين، او ممكن ما سمعت، في ناس عنده ضغط عين، شو سببه؟ بقول لك هذا بيكون سبب ازدياد السائل المائي في العين. طيب شو هي مهند الطريقة الصحيحة لإزالة هذا السائل، أو الطريقة الفسيولوجية الطبيعية اللي بيشتغل فيها الجسم؟ بقول لك هذا بيجي عمنا الباراسمباثيتك، بروح بيعمل لي الايريس، ببعدها شوية عن الانتيريور تشامبر. ببعدها عن مين؟ ببعدها عن الانتيريور ايش؟ تشامبر. تمام؟ ليش؟ لأنه الانتيريور تشامبر قلنا بتتحكم بالاكيوس الهيومر. حلو، انا اشتغلت خطوة، ظل خطوة. تعرف الترابيكولار مشوار؟ بتقول لي اه هاي موجود في البيس تبعت الشيلياري ماسل، الشيلياري ماسل. بقول لك صح، بروح انا بفتح الترابيكولار مشوار. الان بسبب ابتعاد الايرس وبسبب فتح ترابيكولار مشوار بنتج عندي ايش؟ الاكيوس هيومر. هذا السائل بخف الضغط على العين، وبالتالي الضغط تبع العين بقل. Decrease intraocular pressure. شايفين؟ ببساطة شديدة بيصير للاكيوس هيومر اوت فلو، بنتقل عن طريق مين؟ الكنال تبع ايش؟ شلم. الان الدكتورة حكت هاي الفسيولوجي، تمام، والدكتورة بتحب هيك تتعمق لنا شوي لمصلحتنا يعني، الحمد لله ما بتجيب السلايدات. طيب عندي مرض اسمه جلوكوما. الجلوكوما عبارة عن ووتري بلو اي، يعني في مي زرقة بالعين، تمام. الجلوكوما بيعمل لي انكريز للانترا اوكيولار بريشر. طب بتقول لي كيف؟ بقول لك يا اما بلعب انه الايريس ما بتروح بتبعد عن الانتيريور تشامبر، او ترابيكولار مش وورك الموجود في البيس تشيرير ماسل از نوت اوبن. ببساطة هاي الجلوكوما، تمام. الجلوكوما ناتج عنها ايش؟ انه والله انكريز ان ذا انترا اوكيولار بريشر. معناته انا بستنتج انه المسكارينيك ريسبتورز at the parasympathetic nervous system will decrease the intraocular pressure. تمام؟ الآن accommodation of near vision زي ما حكينا المسؤول عنها أصلا الشيلياري ماسل، هذا كله للمسكارينيك. الآن ننزل لحبيبنا النيكوتونيك. نيكوتونيك بيسبب لي lid twitches due to activation of nicotonic receptor in the eyelid muscle. يعني النيكوتونيك بيشتغل على الايليد ماسل، لما يتفعل النيكوتونيك ريسبتور بيعمل لي twitching. بس واضح سهل خفيف النيكوتونيك، اما الزرق المسكارينيك. تمام. When applied to the eye كارباكول اللي بيشتغل على الاي بيعمل لي مايوسيس، حلو، بس بيعمل لي ليد تويتشز. ليش؟ بقول لك لانه بيشتغل على المسكارينيك وعلى النيكوتونيك. الدكتوره سالت سؤال why carbacol causes mayosis and lid twitching، لانه بيشتغل على تو ريسبتورز النيكوتونيك وبيشتغل على المسكارينيك. المسكارينيك بيشتغل لي على الكونتراكشن اوف كونستريكتور بيوبيل ماسل اللي هي بتعمل لي مايوسيس هيها، تمام. وبيشتغل لي على النيكوتونيك اللي بيعمل لي ليد تويتشز ديو تو اكتيفيشن لمين؟ للنيكوتونيك المسؤول عنها الايليد ماسلز، بيعمل لي ليد تويتشز. تمام. معلش انا عارف اني طولت بالشرح 43 دقيقه، بس الله بعينكم، المهم انكم تفهموا. الكارديوفاسكولار سيستم خلصنا من الاي اللي يجي للكارديوفاسكولار، تمام. فازودايليشن بسبب ستيميليشن اوف ام 3، يعني انا بستنتج انه الام 3 بتعمل لي فازودايليتيشن افكتس اون بلاد فيزلز، تمام تمام. برودكشن اوف ان او، شو هذا الان او؟ بقول لك هذا اندوثيليوم ديرايفد ريلاكسنج فاكتور. عرفنا طيب من وين بيصير فازودايليتيشن، لانه بسبب الستيميليشن تبع الميم المسكارينيك ريسبتور نمبر 3 بيعمل لي برودكشن للان او اللي هو اندوثيليوم ديرايفد ريلاكسنج فاكتور which diffuses the smooth muscles، هو يفضل مشتو into small muscle cells of blood the vessels، بيرفع لي نسبة السايكليك جي ام بي، وبالتالي بيصير عندي فازودايليتيشن. تمام. يعني باختصار كيف بدي اعمل فازودايليتيشن؟ بعمل ستيميليشن للميم 3، الميم 3 بتعمل لي برودكشن للان او، الان او بروح للسمول ماسل بعمل شغلته وبعمل لي زياده بالسايكليك جي ام بي، بالتالي بصير عندي ايش؟ فازودايليتيشن. تمام تمام. الان عندي برادي كارديا
وديلي انتيريو انتيرو فنتريكولار كوندكشن ديو تو ستيميليشن اوف ميم ام 2. اذا انا بدي استنتج الان هنا شغله بقول لك الام 2 مسكنك ريسبتور ام 2 مسؤول عن شغلتين برادكارديا يعني سلو الهارت ريت عفوا سلو الهارت ريت تمام ومسؤول ايش عن الديلي للانتيرو فنتريكولار كوندكشن تمام anterior ventricular conduction arterio ventricular arterio ventricular conduction 100% يلا الام 2 عشان مسؤول برادكارديا anterior ventricular conduction rate بعمل لي ايش ديلي تمام الان زياده تركيز ضرب 2 كمان لانه هاي شوي زنخه experimental iv injection of small doses of acetylcholine شو بتعمل لي hypotension يعني باختصار انا مريض عندي ضغطه عالي بدي انزل الضغط بروح بجيب ابره بغزو اسيتيلكولين تمام لهون تمام يعني الاسيتيلكولين شو بيعمل لي بتقول لي يا مهند والله بيعمل لي هايبوتنشن بقول لك انت بني ادم فهمان طيب if large doses of acetylcholine are injected after atropine يعني بيجي انا عندي مريض رحت انا اعطيته ابره اتروبين ابره ايش اتروبين تذكروا الاتروبين ايش انتي مسكرينك عمل لي بلوك للمسكرينك ريسبتورز تمام استنيت دقيقتين رحت اعطيته بعديها لارج دوز اوف اسيتيلكولين تمام حافظين الخطوات معي اجى بيشنت اعطيته اتروبين بعدين استنيت شويه واعطيته ايش لارج دوز اوف اسيتيلكولين طيب اتروبين مسكرينك بلوكر طيب بيعمل لي هايبرتنشن انت الان بتفصل بتقول لي طيب اسيتيلكولين يعمل لي هايبرتنشن كيف صار عندي هايبرتنشن بقول لك due to stimulation of adrenal medulla و autonomic ganglia هذول كلهم ايش هذول الاثنين شو عندهم عندهم نيكوتونيك صح تتذكر عندهم نيكوتونيك هذول الاثنين طب اذا انا المسكرينك ريسبتور كل الاسيتيلكولين اللي انا منزل ذا لارج دوز وين بده يروح يكب حاله لا بروح بشغل حاله بالنيكوتونيك ريسبتور تمام نيكوتونيك اكشنز اوف اسيتيلكولين هذول الاثنين شو مسؤولين هذول المسؤولين عن ايش؟ ريليز كاتيلوكولامينز اللي هم ادرينالين ونورادرينالين انتو ذا سيركيليشن خاصة الادرينالين اللي هو الابينفرين بروح للسيركيليشن ات بوست جانجليونيك سمباثيتك نيرف اندينج بيعمل لي ريفرسال ذا اكشن اوف اسيتيلكولين اوف بلاد بريشر شو بيعمل لي؟ يعني بيعمل لي هايبر تنشن فهمنا؟ باختصار بشكل سريع مريض اعطيته اتروبين سكر لي المسكرينك ريسبتور رحت اعطيته لارج دوز اوف اسيتيلكولين اسيتيلكولين فات على الجسم لقى المسكرينك ريسبتور مسكر فانا بعادتي لما اعطي نورمال دوز ما اعطي اتروبين بعمل لي هايبوتنشن صح بنزل الضغط ولكن بسبب انه انا اعطيته اتروبين وسكر المسكرينك ريسبتور فانا شو بدي اعمل كل الدوز هاي وين بدها تروح بتروح على الادرينال ميدولا بتروح على الاوتونوميك جانجليا هذول الثنتين مسؤولين عن مين مسؤولين عن الكاتيلوكولامينز على الادرينالين بشكل خاص طيب بما انهم مسؤولين عن الادرينالين الادرينالين شو بيعمل لي بيعمل لي هايبرتنشن اشتغل السمباثيتك بالخط تمام تمام يا رب فهمتوها اتروبين كان ريفرس هايبوتنسيف اكشن اوف باراسمباثيتوميميتك هافينج بوث نيكوتونيك اند مسكارينيك اكشنز شايفين نفس الحكي هنا اسيتيلكولين وكارباكول وانتي كولينستيريز هذول المسؤولين عنه اللي بيشتغلوا على الايش النيكوتونيك والمسكرينيك but only abolish the hypotensive effect of drugs having only muscarinic action يعني الاتروبين كان بيرجع الهايبوتنسيف اكشن الباراسمباثيك بس ما بقدر يرد بس كان ايش بمحي الهايبوتنسيف شوك الهايبوتنسيف الهايبوتنسيف شوك الهايبوتنسيف افكت للدرج اللي بس بيشتغلوا على المسكرينيك مثل ميثاكولين والبايلوكاربين يعني باختصار اذا انا اجاني بيشنت على الاي ار عنده توكسيك عنده مثلا سيد العزيز اجاك بيقول لك انا والله عندي اوفر دوز للميثاكولين او اوفر دوز للبايلوكاربين شو بدك تعطيه باختصار بتروح تعطيه ايش اتروبين ليش بتقول لي لان الميثاكولين والبايلوكاربين هذول بيشتغلوا الجوز على المسكرينك ريسبتورز فانا بروح اعطي اتروبين لان الاتروبين بلوك لمين للمسكرينك actions تمام وهي هاي الصوره تشرح اللي حكينا عنه هنا
تمام؟ شايفين لما انا اعطيت اسيتيلكولين نزل الضغط، اعطيت اسيتيلكولين بزياده دوز زياده نزل الضغط بزياده، رحت انا اعطيت اتروبين، تمام؟ الاتروبين طلع رفع الضغط شوي، رحت اعطيت اسيتيلكولين طلع، ها رحت انا اعطيت اسيتيلكولين لارج دوز، هنا عفوا ما عمل زياده، هنا ما عمل شيء لانه سمول دوز، والسمول دوز ما بتروح تشغل النيكوتينيك ريسبتر المسؤولة عن السمباثيتك، أما اللارج دوز روح شو راح عمل لي؟ طلع دمر الدنيا، لأنه ما اكتفى بالباراسمباثيتك نيكوتينيك ريسبتورز، راح نطع السمباثيتك. تمام؟ تمام، خلصنا الكارديو فاسكولر، الآن بنروح للجاسترو انتستينال واليورينري تراكت. تمام، بعمل استيميوليشن اوف ذا وول مين؟ ميم 3 ريلاكسيشن اوف سفنكترز ام 2، بس شوف ما اسهله. تمام، ريسبيراتوري سيستم بعمل لي برونكو سبازم وانكريز برونكاي سيكريشن، اكيد باراسمباثيتك هيك بيشتغل، حكينا عنه بدايه المحاضره. This combination of effects can cause symptoms، بامكانهم يعملوا لي ايش؟ اعراض، especially in individuals with asthma. اكيد لما انا اضيق بزياده على مريض الازمه اللي عنده اصلا برونكو كونستركشن انا بروح بخنقه حرفيا، صح؟ فبعمل لي سيمتومز. الاكسوكراين جلاندز ستيميوليت سيكريشن اوف اول جلاندز، مين هو؟ الميم 3 سويت لاكريمال سليفري نيزوفارينجيال جلاندز جاستريك وبانكرياتيك وانتستاينال، كله بعمل لي انكريز ستيميوليت سيكريشن. نيورو ماسكولار جنكشن، بالنسبه للنيورو ماسكولار جنكشن تمام، عندي activation of neuromuscular junction receptors results in NA influx، حكينا parasympathetic yes of course، depolarization of skeletal muscle with muscle contraction، high concentration of acetylcholine results in persistent depolarization، تنبيه مستمر، يعني أنا بصير عندي تنبيه مستمر، بعمل لي muscle weakness وإيش بعمل لي؟ paralysis. أكيد يعني إذا أنا عندي كثير 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 acetylcholine بحيث الكولينستيريز مش قادر يلحق بالتحطيم، فانا ايش؟ المصل راح يظل كونتراكتد، وبالتالي المصل راح يصير لها اجهاد وراح يصير لها دامج، بالتالي ايش بيصير اللي عندي؟ باراليسيس، بنشل ببطل اقدر احركها من كثر ما هي مشدوده. تمام، كلينيكال يوزز، بيثانيكول از فيري اوكيجينالي يوزد ان بوست اوبيريتيف يورينري ريتينشن اند باراليتيك ايليوس، يعني هذا الدواء بيقول لك انا بستعمله علشان ايش؟ يعمل لي يورينري ريتينشن عشان احبس البول بعد العمليات، وبرضه علشان ايش؟ يعمل لي باراليتيك ايليوس عشان ايش؟ يعمل لي باراليسيس في الجي اي تي موتيليتي. يعني ات اكت مينلي اون ام 3 ريسبتور اند هاز ليتل افكت اون ذا هارت، هاي الاكسبت مش اكسبت، يعني هاي يعني باختصار انه هذا هاي الجزئيه المهمشه دير بالك دكتوره جيهان بتركز عليه. تمام، اسيتيلكولين وكارباكول وميثاكولين ار يوزد اس اكسبيرمنتال تولز، يعني هذول شغليات مثلا زي ما تحكي انهم فرضيات ما بنستعملهم بالحياه اليوميه او الكلينيكال يوزز. تمام، سايد افكتس بيعملوا لي فلاشينج سويتينج ابدومينال كرامبس برونكوسباز وهيدك وسلايفيشن، كله نتيجه عن اللي اخذناه قلناه قبل، وايوه احنا قاعدين لانه قاعدين نتعمق بنقول هذا ميم 3 وميم 1 قاعدين نتعمق شوي بالريسبتورز كله قاعدين بنعاد، بس انه زودت انه والله هذا حكينا ميم 2 هذا حكينا ميم 3 بس، فهي المحاضره انها بتعيد حالها، فهذا شيء منيح تطلع منها فهمان ما يقارب 70%. توكسيك رياكشنز تو ذيس دراجز تريتد وذ اتروبين، اكيد لانه انتي مسكرينك تمام، وبالتالي مباشره بلغي عملهم، يعني اذا مثلا جاني انا مثلا patient with increased abdominal cramps مثلا he can't sleep with him او he can't stay good with him، فانا بروح اعطيه اتروبين فبالتالي بيصير وضعه تمام. فانت لو ملاحظ ان الاتروبين دواء سحري. epinephrine can be used in severe cardiovascular or bronchoconstrictor responses، اكيد انا بروح اعطي ادرينالين، احنا كلنا بنعرف ترى عن طريق انه اسم ادرينالين، برضو ابينفرين لما انا يروح يعمل لي برادي كارديا بزياده اللي هو ميم 2 او بيعمل لي برونكو كونستريكتور بزياده، فانا اروح ايش؟ انخنق. تمام، فاروح انا بعطي ايش؟ ابينفرين، يعني هذا ايش زي ما تحكي انه
الانتيدوت تبعه، انه مضاد السميه تبعهم اللي هو ادرينالين تو كاونتراكت منهم. كونتراديكيشنز، وين شود اي نوت جيف ات اول ذا فولوينج اكسبت. الدكتوره سالت السؤال، متى انا ما بعطي هاي الادويه؟ بقول لك في البرونكايل ازمه، ليش؟ لانه بيعمل لي برونكوسباسم. انجينا بيكتوريس، لانه هو بيعمل لي براديكارديا تو ديكريز كورونري اوف فلو، معناته انا بقضي على البيشنت تماما. هايبرثايروديزم اف كان اوكر للبيبتيك اولكر بيشنت، طب ما هو بيعمل لي انكريز جاستريك سيكريشن، انا هيك دمرت معدته يا زلمه، او دمرت الزلمه كامل اصلا. للهايبوتنشن، ما هو اصلا بيعمل لي فازودايليتيشن وبالتالي بيعمل لي هايبوتنشن. فانت تخيل انت يجيك مريض على الطوارئ ضغطه نازل، فانت تروح تعطيه الادويه هاي، فانت ينزل ضغطه بزياده، عرفت؟ هذول كلهم اللي حكيناهم قبل كانوا على الدايركت على الكولين استرز، الان كولينوميميتك الكالويدز بايلوكاربين، تمام؟ الان البايلوكاربين. طيب الالكالويدز from leaves of pilocarpus japurandi، وين بيجيبوا هذا الدواء؟ تيرشري امين 2، سو تيرشري امين هو، سو will absorbed from moist sites of administration crosses blood brain barrier. معناته انا هيك بعرف انه ايش هيدروفوبيك، صح؟ انا هيك بعرف انه هيدروفوبيك. avoids parkinsonisms avoided in parkinsonisms، يعني انا في متلازمه باركنسون ما بعطي ايش بايلوكاربين، دير بالك. not metabolized by cholinesterase، ما بصير له تحطيم منه. long duration، علشان هيك انا بصير عندي ايش long duration واكسيرتد ان يورين، انا بستخرجه مع البول اجلكم الله. has muscarinic action but no nicotinic action، البايلوكاربين no nicotinic ايش action. حلو. its hypotensive effect is abolished by atropine، يعني خاصيته انه ينزل الضغط تختفي مع الاتروبين اذا اعطيته اياه، تمام. هيك الحمد لله احنا خلصنا المحاضرة، ان شاء الله تكونوا كلكم فهمتوا، وان شاء الله كلكم تكونوا على وضع تمام، وانه استفدتوا لما انا اقعد اراجع فيكم من بداية المحاضرة واخرها واربط الافكار. فان شاء الله كل التوفيق باذن الله، عارف ثقلت عليكم بالمحاضرة وانها طويلة، الله يوفقنا جميعا، والسلام علينا وعليكم، ونلقاكم في المحاضرة رقم 19 باذن الله عن قريب.